ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وما تنسونيش في اللايك والشير. النهارده جايلكم وصفه جميله عن الكرنبيت، احنا كنا جففناه قبل كده. النهارده جايلكم بقى وصفه حلوه قوي. كل اللي ما بيحبوش الكرنبيت الوصفه دي هتخليكي تاكليه وهتحبيه جدا 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 وتعشقيه، لان انا برضو ما كنتش بحبه، لما جربتها عجبتني جدا جدا وبقيت اكله وبقيت احبه جدا. زي ما انتم شايفين الكرنبيت عندي انا سلقاه اهو، لسه بصوا مطلعاه من على النار، بس سلقاه، بصوا سلقه جامده يعني، عشان لما اجي اهرسه كده يبقى سهل معايا. يبقى انتوا فهمتوا انا هعمل ايه. انا سلقت الكرنبيت كويس قوي بالمنظر ده كده، وهبدا ان انا اهرسه هرسه حلوه يعني. يبقى انتي عايزاكي بقى ما تيجي تسلقي الكرنبيت تسلقيه سلقه حلوه يعني، وتبداي تهرسيه بالمنظر ده، ودي اول خطوه. ههرسه وارجع لكم نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا بنات سهله قوي، بصوا زي في عرشه، انا قلت برده اوريكم تاني اهو. تعمليه كده بصي دايب، تمام؟ طبعا انت لو هتسلقيه مش هتهرسيه كده، هتهرس ايه؟ مش اسفه، ايه مش هتهرسيه، انت طبعا هتطلعيه يبقى مسلوق، بس مش مسلوق مهري، هيبقى مسلوق عادي كده اللي هو ماسك نفسه. انا عشان ههرسه فسلقته جامد قوي بالمنظر ده كده، تمام؟ زي ما انتوا شايفين كده يا بنات اهو، هرسته كويس قوي قوي قوي. تعالوا بقى نروح نشوف باقي المقادير ونشوف الوصفه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين في طاسه على النار حطيت زيت، وحطيت بصلايه كبيره متقطعه شرايح، هديها يا دوبك تشويحه كده. يبقى اول حاجه هتحطي شويه زيت، تحطي بصلايه كبيره، ودلوقتي هضيف فصين توم اهم متقطعين صغير، عايزه تدقيهم خليهم مهروسين مفيش مشكلة، هديهم برضو تشويحة كده مع البصل بتاعي. ودلوقتي عندي ده قرن فلفل انا مقطعه صغير، هضيفه برضو معاهم واديله تشويحة. طبعا الفلفل ده اختياري، لو مش عايزاه بلاش. زي ما انتوا شايفين كده انا ما حمرتش البصل، انا بس اديته تشويحه كده. ودلوقتي هنزل بالطماطم، طبعا انا بحب طماطم كتير، انا حطيت هنا حوالي 4 طماطمات كبار. انت عايزه تقللي عايزه تزودي، انا بحب طماطم كتير زي ما انتوا شايفين كده. وحطيت معلقه صلصه، هسيبه بقى يتسبك الطماطم بالبصل، هسيبهم يتسبكوا خالص ولحد ما يشربوا الميه اللي فيهم دي نهائي، مش عايزه فيها. بص الميه دي انا مش عايزه فيها اي ميه، زي ما انت شايفه كده مش عايزه فيها ميه خالص. انا هسيبه كده على النار يتسبك خالص ويتشرب كل الميه اللي فيه. زي ما انتوا شايفين كده اهي، بصوا الطماطم اتسبكت ازاي، بصوا بالمنظر ده كده اهو، بصوا اللي فاضل فيها الايدين. هنزل دلوقتي بايه؟ بالخضره بتاعتي. الخضره عندي هنا يا اما كزبره يا اما بقدونس، زي ما انت حابه، كل واحد يحط الخضره اللي حاببها. بصوا يا بنات شكلها يفتح النفس وريحتها مالكمش. انا حطيت على فكره بهارات، حطيت كمون، طبعا الكرنبيت يحب الكمون، حطيت له كمون وفلفل اسود وشطه، وحطيت الملح، تمام اهو كده اهو، بس تقليبه كده وهطفي بقى واسيبها تستهدى خالص. لازم تسيبيها تبرد، وعقبال ما تبرد تعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي هنا زي ما انتم شايفين كوبايه لبن، 5 معالق دقيق كبار، 4 بيضات. دلوقتي انا هاخد المواد دي كلها اللي هو اللبن والبيض والدقيق، وهخفقهم كلهم مع بعض. البيض هحط اللبن وهحط الدقيق بتاعي، 5، وهبدأ أقلب في الخليط اللي عندي لحد ما يفك خالص ويبقى جاهز المنظر ده كده. أنا حطيت له رشة فلفل أسود، طبعا أنا حاطة بهارات فمش هحط بهارات تاني في الخليط، هتبقى بس رشة فلفل أسود. هبدأ بقى أفكه خالص لحد ما يجهز عندي كده، يبقى جاهز. ألاقيه بقى فك، بص ميبقاش فيه كتل كده خالص، لازم يكون فاكك خالص. بصوا يا بنات اهو فك كده خالص بالمنظر ده كده، بقى جاهز عندي اهو. بصوا فكك خالص بقى حلو قوي كده،
تعال نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنا بعد ما سبت الخضرة بتاعتي الخلطة بتاعتي سوري اللي هي تبرد معايا، هاخدها اقلبها على الكرنبيت اللي انا هرساه ومجهزاه. وبعد ما حطيت كده الخلطة وقلبتها كويس، هنزل بالخلطة السايلة بتاعتي اهي وهقلبها برضو كويس فيها. وفي التوقيت ده كنت مشغلة الفرن لان هي بتاخد نفس سوا الكيكة زي ما انتوا شايفين كده اهي. هاخدها اقلبها بقى في صينيه تيفال، يعني احسن يكون تيفال، وتدهنيها زيت وتقلبيها فيها وتكوني مجهزه الفرن وتدخليه. زي ما انتوا شايفين ده شكلها اهو، تحفه بجد والله هتعجبكم قوي. هدخلها على هدخلها الفرن في الرف الوسطاني على درجه حراره 180 وهوريكم شكلها لما تطلع. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات ده الشكل النهائي، تحفة 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 بجد، حاجة روعة والريحة ما اقولكمش. ياريت لو عجبتكم الوصفة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.